مبروك الهلال الفوز، فوز كبير يعني بمعنى الكلمة، فوز صريح، فوز يعني خالي من الشوائب، وواضح أفضلية الهلال والفارق الفني. وطبعا تفاصيل الأمور الفنية ربما يكون حاتم ووليد أكثر حصافة، لكن وجهة نظر الهلال قال كلمته. عاشوا الجماهير ناديين ضغط طوال الأسبوعين الماضية، ولكن لما جاء في الملعب قد يقول مباراة مدربين، قد يقول قال، لكن في فارق بين لعيبة الهلال ولعيبة النصر، والمباراة تتحدث عن نفسها. الحركة بدون كرة، التفاعل، يعني لعيبة يعني مكملين لبعض. بالعربي الهلال أفضل من كل النواحي. النصر كنت أقول قبل يومين على الطاولة أن وجود رونالدو يعطي دفعة، يعطي كذا، ولكن للأسف اليوم معظم نجوم النصر خيبوا النصر. فمبروك الهلال، مبروك لمن فكر حقيقة بجلب هؤلاء الأجانب للهلال اللي فعلا تجدهم في اليوم المناسب. كذلك أبارك لمن جدد الثقة بالمدرب الداهية خسوس، وأحب أشيد كابتن حاتم دائما يعني يعزز رأيه حتى في عز الانتقاد، فمدرب عظيم كسب الجولة مع ذا.